زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. محمد البودالي يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة، المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، واللي تابع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واللي تابع المديرية العامة للأمن الوطني. كيفكك أخطر تنظيم إجرامي على الصعيد الوطني، واللي من بين الأعضاء اللي فيه واللي متواطئين مع العصابة وكيعطيوها المعلومات السرية. كاينين جوج ديال الضباط الممتازين، واحد رجل والثانية امرأة. هادشي ما كانش ليه تكشف او يبان لولا وجود رجل نزيه وصارم على رأس الأمن الوطني والمخابرات المغربية، واللي بطبيعة الحال هو السيد عبد اللطيف حموشي. من شحال هادي ما كناش كنشوفوا بحالة الصرامة مع العاملين في الأجهزة الأمنية. ما كاين غير سكت عليا نسكت عليك، تستر عليا نتستر عليك، يا إما حيت صبعو تم، ويا إما حتى هذاك الرئيس اللي خاصو يراقب الناس اللي تحت منه ويدير خدمته كان ربما حتى هو مريقي، أو كيقوم بذاك التستر في إطار العرف أو المجاملة أو أشياء أخرى. بطبيعة الحال نحن لا نعمم، والشرفاء كانوا موجودين في جهاز الأمن الوطني حتى قبل مجيء عبد اللطيف حموشي، ولكن اللي تغير الآن هو أن الفاسدين ديال الجهاز ما بقاش اللعب غادي عندهم كيف كان الحال من قبل. مع الحموشي ما كاين غير القبضة الحديدية، واللي يحصل كيودي الزيار ثم الزيار، وهادشي اللي خلى الأمن ديال بلادنا يزيد يتحسن شيئا فشيئا. بلا ما نطور عليكم أكثر في التعليق، نشوفوا أشنو وقع بالضبط في هذه القضية المثيرة. كيف قلت لكم قبل قليل، فالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية كيقدم أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بمحكمة الاستئناف بمدينة بن ملال 4 ديال الأشخاص كتراوا الأعمار ديالهم ما بين 21 و 59 سنة، واللي من بينهم شخص من أصحاب السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وولده، وكذلك جوج ديال الموظفين الشرطة كيشتغلوا على التوالي في كل من ولايتي أمن بن ملال والدار البيضاء. وهادشي كله من بعد ما تبين ارتباطهم بشبكة إجرامية كتنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء وإفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، كل حسب المنسوب إليه. بلاغ صدر اليوم ديال المديرية العامة للأمن الوطني كيقول بأن المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية كتبين تورط المشتبه فيه الرئيسي أو ولده في تنظيم وارتكاب عمليات واسعة للنصب والاحتيال، وهادشي من خلال تأسيس مجموعة من الشركات الوهمية ذات نشاط تجاري صوري ووهمي، واستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في استدراج مجموعة كبيرة من الضحايا خصوصا من فئة التجار، وهادشي من أجل الدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية. ومن بعد هادشي كله كانوا كيسرقوا منهم أموال ومبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هاد العمليات، فضلا عن اقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة. البلاغ قال أيضا بأن الأبحاث والتحريات المنجزة بينات كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية ابنه، وتم تفويته إلى شخص تربيطهما معه معاملة تجارية، إذ عمد إلى كسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة 3 أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أيضا أمام النيابة العامة المختصة. كما بينت إجراءات البحث القضائي تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمر بن ملال، وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، والذين يواجهان تهم إفشاء السر المهني إلى أفراد هذه العصابة من خلال القيام بعملية تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني. والمقابل كانوا كيتلقاو منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما. عملية التفتيش المنجزة أسفرت أيضا بمنازل المشتبه فيهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والائتمان التجاري عبارة عن كامبيالات تحمل هوية المشتبه فيها الرئيسي وابنه، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي الخطير. وقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، في حين لا يزال 3 أشخاص آخرين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهم في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة.
وماشي غير هذه العمليه فاسبق الحموشي او المصالح ديالو ان قاموا بعمليات مهمه في مثل هذه القضايا. الحموشي ايضا قبل ايام قليله اصدر قرارات تقديم الايفاء من مناصب المسؤوليه مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق 4 مسؤولين بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهم برتبة قائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة إليهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال بأنه تم إعفاء وتوقيف هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية في سياق عملية الافتحاص والتدقيق والبحث التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني في إطار توطيد الحكامة والشفافية في المساطر المهنية، والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال اطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها. عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني سبق ليه كلف مصالح المفتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عملية الافتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقوفون عن العمل، وذلك طيلة فترة تحملهم لمهام المسؤولية، وهذا على النحو الذي يسمح برصد أي تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظام الشفافية. ويقول بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني إنه وإمعانا في تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة في الجانب الزجري من هذه القضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكل هذا من أجل تحديد كل التجاوزات القانونية المحتملة وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية. إن إعفاء وتوقيف 4 مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي هو حدث هام يستحق التوقف ماليا عنده ورفع القبعة للمسؤول الأول. هذه القرارات تؤكد شيئا واحدا، وهو أن عهد التسامح قد ولى، وأن المسار الإصلاحي الذي دخلت فيه المديرية العامة للأمن الوطني وتحديدا منذ تعيين حموشي لن يتراجع، وسيستمر بحزم وقرارات أقوى وأكبر كلما تعلق الأمر بارتكاب اختلالات أو خروقات قانونية من طرف المنتسبين إلى جهاز المديرية العامة للأمن الوطني. هذه القرارات التي تعتبر نوعية في مؤسسة أمنية كانت إلى وقت قريب تعالج قضاياها بتكتم شديد وبهامش تسامح قلما يفضي إلى هذا النوع من القرارات. أهمية هذه القرارات هي تعزيز مستوى الحكامة ومنسوب الاحتكام للقانون وإعمال نصوصه على كل المخالفين حتى ولو تعلق الأمر بمسؤولين كبار في الإدارة المركزية. إن طبيعة الرتب التي يحملها الأشخاص موضوع العقوبات وعملهم بالإدارة المركزية يشكل رادئا لكل منتسب لهذا الجهاز، خصوصا في حال ثبوت ما يدينه من الناحية القانونية حتى ولو كان في أقصى نقطة بالمغرب. فإذا كان العاملون بالإدارة المركزية ليسوا بمنأى عن تطبيق القانون، فكيف سيكون حال أي موظف ضبط بأي رقعة جغرافية بالمملكة وهو في حالة تلبس بأي خرق قانوني مهما كانت طبيعته؟ قرارات الحموشي الأخيرة تجسد توجها مستمرا ومتناميا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك القطع مع كافة الممارسات التي كانت تسيء إلى سمعة الجهاز وتخرق القانون بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت رتبهم ومسؤولياتهم، وهما ما يعزز الثقة في المرفق الأمني بعد تحويله من طرف حموشي إلى نموذج حي لتجسيد الربط الفعلي بين المسؤولية والمحاسبة. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا على الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر أكثر. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.